جيت تلقي على هذه الامور، على هذا المرض اللي جا، اللي قال لنا سيدنا باش نشوف باش نحميو روسنا من هذه الامور اللي خدام هذا الالم اللي هو نحميو روسنا. وانا ما عندي حتى شي وحده، ولكن كانت عندي شويه البروده كندوز عليها، وكان يفوتني الحال من العام للعام ندوز ندير شي بروات عند الطبيب ديال البروده. البروده كتكون عندي البروده هنا في ذراعي هنايا، وكيفوتني الحال وهذه القضيه. ولكن دابا ما كاين حتى شي صحيح بخير وعلى خير، ولكن جيت باش سمعنا هذا المرض وهذا الشيء، جينا باش نحميو روسنا من هذا الامور اللي هي يا غزه اللي هي هذا المرض. الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين. هذه هي المساله اللي جابتنا، ما مرض ما والو الحمد لله. هي البروده عندي البروده قديمه، هذه البروده عندي قديمه كندوق عليها البرا من العام للعام، كندوق البرا وشي فانيل عند الطبيب وكيفوتني الحال وكنكون بخير وعلى خير. شيء زين تبارك الله. انا كنشوف هذا المحل، هذا الشيء راه انا ساكن هنا نيتران يعني في بوجدور هنا قريب، وكنشوف هذا الشيء تبارك الله. الله ينصر سيدنا والله ينصر والله يعاون الله يعاون والله يعاون المعاونين والاطباء وجميع الناس اللي هم خدامين مع سيدنا، الله يجازيهم بخير. هما كيحموا الامه وكيحموا الوطن ديالهم والناس، ربي يخلصهم، ربي اللي كيخلصهم هو هذا. حنا كنطلبوا ليه النصر ونطلبوا ليه الفتح ونطلبوا ليه يحفظوا الله والله يخليه لينا. وهذا الشيء اللي كاين هو هذا. والوالدين الله يرحمهم، الله اللي قرونا الله يرحمهم ويسلم ضيقات القبور، وحنا الحمد لله غاديين بخير وعلى خير، عايشين تنمشوا عند ربي، الله يتم باقي على خير. ونشكركم كلشي مجموعين، نشكر الدرك الملكي والبشر القايد يعني كلشي، البوليس مقدمين الجندارم كلشي، فرحانين بيكم وحنا مستعدين نخدموا اللي قلتوا لينا نديروها باش نحميو روسنا ونحميو حبابنا وجيراننا وصحابنا ونحميو الناس اللي كنعرفو. وانا غادي نمشي اللي لقيتو نقول لي سير تلقح، سير تلقح، راه من مصلحتك سير تلقح. وشكرا وعاش الملك. خصهم يجيو يلقحوا، ضروري خصهم يجيو يلقحوا، راه موس لا بغاو يحميو نفوسهم ويحميو عائلتهم ويحموا الناس اللي معاهم، خصهم يجيو يلقحوا. ايوا هادشي اللي كاين، والله يهديهم وعاش الملك والله يخليه لينا.